لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في صحيفة المدى، البرلمان يعاود استئناف جلساته وسط توقعات بتعديل قانون الانتخابات. في العرب اللندنية، مقترح بتأجيل الانتخابات العراقية لمنح التيار الصدري فرصة المشاركة فيها. في القدس العربي، وزيرة الهجرة العراقية 138 قرية مدمرة في كركوك. في العربي الجديد، وزير الدفاع الأمريكي، هناك 4500 جندي في كابول وخط التواصل مع طالبان مفتوح. في الخليج الإماراتية، بايدن، مغادرة أفغانستان بدون فوضى أمر مستحيل. وفي الشرق الأوسط، إيران تعجل بتخصيب اليورانيوم قرب مستوى صنع الأسلحة وبرلين تحذر. وفي إنديبندنت عربية، أردوغان يستقبل وفدا إماراتيا ويتحدث عن تقدم في العلاقة. السلام عليكم. ربما لم يسمع كثيرون بالنكتة الروسية التي راجت إبان الحقبة السوفيتية عن إنشاء جسر فوق نهر غير موجود. عبد اللطيف السعدون يقول في صحيفة العربية الجديد أن سعي حكومة الكاظمي لعقد مؤتمر دول جوار العراق الإقليمي في بغداد يشبه إنشاء جسر على نهر غير موجود، إذ ليس ثمة جامع يربط بين الدول التي قيل إنها ستشارك في هذا المؤتمر. إن فكرة عقد مؤتمر كهذا وفي بغداد بالذات ليست شطحة من شطحات رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، إنما هو تكليف مبرمج حمله في حقائبه عند عودته أخيراً من واشنطن، وما قاله بعض آخر إن المؤتمر يحوي لغماً لم يتم تفجيره بعد هو في فرملة عملية التطبيع مع إسرائيل التي بدأتها عواصم عربية عديدة، والكاظمي الذي مذ جاء إلى السلطة وهو يتنقل بين سفر وسفر وبينهما سفر ثالث وبين مؤتمر ومؤتمر وبينهما مؤتمر ثالث، منصرفاً إلى ترميم علاقات بلاده الخارجية بعدما هجر مشكلاتها الداخلية إثر فشله في معالجة أي منها، إذ ترك السلاح منفلتاً من دون أن يعمل على حصره بيد الدولة كما وعد، وأبقى على الميليشيات والمافيات التي شكلت دولة موازية تحكم البلاد ولها إداراتها وسجونها وقوانينها الخاصة من دون أن يجرؤ على الاقتراب منها وتفكيكها، وظل حيتان الفساد وسراق المال العام يصولون ويجولون في كل مرفق وناحية من دون أن تصل إليهم يد القضاء. وفي حالة كهذا، ماذا يمكن لزعماء الجوارين القريب والبعيد أن يصنعوا لنا ونحن لم نفعل شيئا على طريق خلاصنا واستعادة وطننا الذي لم يعد وطننا؟ وماذا ينفع العراق لو ربح كل هؤلاء الزعماء وخسر نفسه؟ الكاتب يضيف أنه ليس ثم التوقع أن يشكل المؤتمر إنجازا حقيقيا ما، المتوقع فقط أن يتحول إلى مؤتمر علاقات عامة يجمع الإخوة الأعداء حتى من دون قبل أو تبويس لحى كما جرت العادة، إذ ستتم مصافحات من بعيد وهو ما تفرضه قيود جائحة كورونا على الحضور. قال موقع المونيتور الأمريكي إن التجاوزات على الممتلكات العامة والطرق والشوارع في العراق ازدادت بشكل ملحوظ بسبب دعم الأحزاب السياسية الميليشيات المسلحة، وأشار الموقع إلى أن الحكومة في بغداد أطلقت حملة لإزالة التجاوزات والتي من المرجح أن تثير غضب الأحزاب السياسية والجماعات المسلحة التي سمح نفوذها الهائل لمؤيديها بالتعدي على الأراضي المملوكة للدولة. الموقع قال إن حادثة قتل رئيس بلدية كربلاء عبير الخفاجي الذي قاد حملة لإزالة التعديات ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها متجاوزون السلاح ضد مسؤولي البلدية أو الموظفين المكلفين بإزالة التعديات، ففي تشرين الثاني الماضي
قتل المسؤول المكلف بإزالة التجاوزات في البصرة مكي التميمي نتيجة حملة لوقف هذه الانتهاكات، وقد دفع العديد من هذه الحالات التي تنطوي على عنف بعض الموظفين إلى طلب إعفائهم من مثل هذه المهام. وأشار الموقع إلى أن الشخص الذي شوهد وهو يقتل الخفاجي هو عضو في حزب الدعوة بزعامة المالكي، وأن نفوذ هذا الشخص سمح له على ما يبدو بالاستيلاء على قطعة أرض تابعة للدولة والاحتفاظ بها لمدة 15 عاماً تقريباً. وأضاف موقع المونيتور أن حملة إزالة التجاوزات والتعديات هي خطوة على الطريق الصحيح كان ينبغي على الحكومات السابقة أن تسلكها، وأن خسائر الممتلكات التي تكبدتها الحكومات العراقية بسبب هذه الانتهاكات تقدر بمليارات الدولارات، لافتاً إلى أن عمليات الاستيلاء الكبيرة على الأراضي العامة تجري في العراق منذ عام 2003 على يد الأحزاب السياسية والميليشيات والأفراد الموالين لهم. ويختتم الموقع تقريره بالقول إن بعض هذه الانتهاكات أصبحت أمراً واقعياً بقوة السلاح، بينما لم تتمكن جميع الحكومات من وقف هذه الظاهرة حتى أصبح الخارجون عن القانون أصحاب امبراطوريات مالية كبيرة. عشرون عاماً كشفت فشل الاستراتيجية الأمريكية التي أرادت من خلال عقابها لطالبان أن تحول وجودها العسكري في أفغانستان إلى قاعدة استراتيجية تحاصر الروس وتوقف تعاونهم العسكري المتنامي مع إيران. ماجد سامرائي يتساءل في صحيفة العرب اللندنية: ماذا جنت الولايات المتحدة على المستوى الاستراتيجي وسمعتها العالمية بعد 20 عاماً من تجربتي الاحتلال في أفغانستان والعراق؟ في كابول صنعت واشنطن من أمراء الحرب حكومات ضعيفة أشاعت الفوضى والفساد الإداري والمالي. كان قادة الجيش الجديد يقبضون الأموال ولا يصرفونها على أفراد الجيش، كانوا يبيعون السلاح لمقاتلي طالبان وأمراء الحرب. أظهر قادة أفغانستان ما بعد طالبان أنهم فاقدون السيطرة على إقامة دولة وطنية بعد الانسحاب الأمريكي، فذاب خلال ساعات أكثر من 300,000 جندي أفغاني. المثل العراقي على مقدار الفشل الكبير والهزيمة الأمريكية التاريخية أكثر وضوحاً، ليس على لسان مزدوجي الولاء والتبعية، وبعضهم اليوم يدعي عداء الولايات المتحدة من أنصاف السياسيين الموالين لطهران. كانت النتيجة قتل الناس الأبرياء ومصادرة حقوق وممتلكات الأحياء، خراب ودمار ونهب المليارات من الدولارات. فشل مشروع الاحتلال الأمريكي لأن هندسة النظام البديل التي بشر بها زلماي خليل زادة كانت خطيرة ومدمرة للعراق دولة وشعبا، كانت هندسة مصرة على تقسيم شعب العراق إلى مكونات ذات أوزان عديدة. لكن الأخطر كان انسحاب الأمريكيين من الساحة العراقية بعد تسليمهم البلد لإيران واهمين أنها نهاية القصة. في أفغانستان كان بديل الاحتلال موحداً هو طالبان. في العراق إذا ما انسحبت الولايات المتحدة نهائياً ستكون هناك انقسامات مسلحة وتفرض طهران إرادتها من خلال الميليشيات بالقوة. الكاتب يرى أن المسؤولين الأمريكيين مجمعون على أنهم لا يريدون استمرار وظيفة رضاعة السياسيين الفاشلين الذين نصبوهم في أفغانستان والعراق. جاءت أحداث أفغانستان لتغطي على المشهد العالمي كله وسط فوضى من التصورات والتحليلات التي طغت على جلها إمارات مشوهة ما بين نظرية المؤامرة أو الفكر السلبي القائم على مناهضة حق المقاومة واستبعاد فكرة تحقيق الانتصار. جهاد بشير يقول في صحيفة البصائر إن المشهد يتلخص في قضية أساسية، وهي أن الولايات المتحدة هزمت مجددا في أفغانستان، وأن محاولات تجميل هزيمتها هي محاولات بائسة لا يمكنها التغطية على الواقع.
لقد أحسن قادة طالبان وأتقنوا الحراك برؤية الخبير المختص الذي رباه الميدان على مدى عقود، فالقرارات السريعة التي صدرت عن الحركة بعيد سيطرتها على كابل كان من شأنها قطع الطريق على كل متربص، ما لبث أن صرخ متخوفا من التطرف أو الإرهاب. كسبت أفغانستان جولة جديدة، وهي الآن على مشارف مرحلة مهمة من تاريخها المعاصر، لأن حركة طالبان فاجأت الجميع حينما تحركت خطوتين فقط، فإذا بجيش الحكومة الأفغانية ينهار من فوره، وهو الذي كان يحظى بالدعم الأمريكي على مدى 20 سنة. فماذا حصل؟ انتصرت القوة القائمة على عقيدة يحيط بها الصبر والتربية المتواصلة، وتتقوى بالجهاد والرباط وطول النفس، ودمرت القوة الموهومة التي لا تقوى على الوقوف إلا متكئة على ظهير دولي أو آخر إقليمي. استمدت طالبان قوتها من حاضنتها الشعبية، وهذا مقصد مهم في العمل الجهادي طالما تذكر به الشريعة الإسلامية وتحض أهل الميدان عليه، وقد سبق للعراقيين أن عاشوا هذا المشهد في حقبة المقاومة العراقية الحقيقية أواسط العقد الأول من هذه الألفية، حينما كان للحاضنة الشعبية الدور الأبرز في علو كعب الفصائل على عدوها، وأسهمت في أن تكون ضربات المقاومة أشد فتكاً وأكثر إغالاً في العدو، ولدى المارينز أنفسهم الخبر اليقين. الكاتب يضيف أنه على كل مسلم على هذه الأرض أن يكون فخوراً بإنجاز طالبان، وأما حديث التخذيل وقيح المؤامرات والاستشراف المزيف لمآلات موهومة فهو من تبريرات القاعدين وحجج الرابضين الواهية. ما زالت تصدم العالم تلك المشاهد المتسارعة لسيطرة حركة طالبان على كبرى المدن الأفغانية ودخولها العاصمة كابول دون مقاومة تذكر، وانهيار مؤسسات وأجهزة النظام الذي أقيم في ظل 20 عاما من الاحتلال الأمريكي لهذا البلد الصعب. صحيفة القدس العربي ترى أن المشهد الإجمالي وبقدر ما يمكنه أن يثير الذهول، إلا أنه أقرب ما يكون إلى مآل الأوضاع الذي كان يتوقعه معظم المراقبين للتطورات الأفغانية منذ سنوات طويلة. رغم أن النظام الذي نشأ في ظل الأمريكيين صرفت له الأموال الطائلة واحتكم إلى صناديق الاقتراع، إلا أن كل هذا لم يكسبه لا الشرعية الشعبية الوطنية الفعلية ولا القدرة على حفظ رأسه، وأكثر لم يكن لهذا النظام دور في الاتفاق الذي أبرمه الجانب الأمريكي مع حركة طالبان مطلع العام 2000 لإنهاء الاقتتال بينهما، وبالتالي كل شيء منذ شباط 2000 كان يعد العدة للحظة الحالية، باستثناء من كان يتوقع أن يبقى النظام الموالي للأمريكيين بعد انسحابهم، ما أن أخذوا يغادرون البلد حتى انهار من تلقائه. الحدث الأفغاني كوني بامتياز، فبعد 20 عاما من الحرب ومن أسلوب الولايات المتحدة في زرع الديمقراطية وإعادة تشكيل الأمم تبدو الحصيلة مرة، وحتى لو تقاذف الحزبان الجمهوري والديمقراطي المسؤولية فأقل ما يقال إن اتفاق السلام المشروط بين أمريكا وطالبان وقع في عهد دونالد ترامب، والانسحاب التام وتسليم كابل لطالبان حصل في عهد جو بايدن. الحدث الأفغاني له خصوصياته الإثنية المحلية أيضاً، وكيفية استعادة هذا البلد سلامه الأهلي بعد 40 عاماً من الحروب المتواصلة تقترن بكيفية بناء التفاهم الوطيد بين مكوناته الإثنية والقبلية والمذهبية وتراجع الفقر والبؤس، ناهيك عن اجتناب الاحتكام للعنف لإدارة الخلافات والنزاعات فيه. وتختتم الصحيفة بالقول إن نظرة متوازنة لما جرى تبقى الأفضل، فمن ناحية ظهر بشكل جلي أنه لا يمكن استئصال حركة طالبان، وأن تجذرها بين قوم الباشتون قوي، وأن قدرتها القتالية زادت ولم تنقص مع السنوات، فيما يبقى النقاش دائرا في مراكز البحث أو في مراكز القرار حول مدى صحة براغماتيتها. فطالبان تبدلت نعم، لكن إلى أي حد؟
هذا برسم الأيام المقبلة. قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان أثار موجة دولية من الشك في دور أمريكا في العالم، إذ يناقش الحلفاء الأوروبيون حاجتهم إلى لعب دور أكبر في القضايا الأمنية، كما تبحث روسيا والصين سبل تعزيز مصالحهما في أفغانستان في ظل حكم طالبان. الصحيفة قالت إن دفاع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قرار الانسحاب من أفغانستان في الخطاب الذي وجهه إلى الشعب الأمريكي الاثنين الماضي بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول أعاد الجدل حول إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان مؤشراً يعكس ضعفها ويحد من قدرتها على قيادة العالم. وأشارت الصحيفة إلى أن الجلسة الطارئة التي عقدها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن تطورات الأحداث في أفغانستان وجهت خلالها انتقادات نادرة لواشنطن لأن ما أقدمت عليه في أفغانستان قد يتسبب في تدفق اللاجئين إلى الدول الأوروبية، كما من شأنه أن يعيد أفغانستان منصة للإرهاب في آسيا الوسطى. ونقلت الصحيفة عن وزير دفاع لاتفيا أرتيس بابريكاس القول إن سحب القوات على هذا النحو تسبب في فوضى، مشيراً إلى أن الانسحاب هدم مشاريع البناء طويلة المدى في أفغانستان وأن القرار تم فرضه على الأوروبيين، كما وصف السياسي الألماني أرمين لاشيت المرشح لخلافة المستشارة أنجيلا ميركل انسحاب القوات الغربية من أفغانستان بأنه أكبر كارثة شهدها حلف شمال الأطلسي منذ تأسيسه. وأشار تقرير واشنطن بوست إلى أن وزير خارجية الصين التي ترى وزارة الخارجية في انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان مخاطر وفرص، أخبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في مكالمة هاتفية أن موضوع مغادرة القوات الأمريكية على نحو سريع لأفغانستان كانت له تداعيات شديدة الضرر. قرر قاض بريطاني إعادة نسخة من القرآن الكريم من القرن السادس عشر كان من المقرر بيعها بالمزاد العلني في دار كريستيز في بريطانيا إلى تركيا طبعا، بعد أن قال سلطات البلاد أنها سرقت من اسطنبول في عملية سطو مسلح في شباط عام 2015. وقال القاضي إن هناك أسبابا قوية للاعتقاد بأن المصحف المسروق قطعة أثرية وضعت مع كريستيز للبيع بالمزاد وإنه تم تصديره بشكل غير قانوني من تركيا. تتميز هذه النسخة من القرآن الكريم بتوقيع خطاط مشهور وبغلاف مزخرف يعتقد أنه تمت إضافته في منتصف القرن الثامن عشر، وكان من المقرر طرحها للبيع في المزاد بسعر يتراوح ما بين 120 و180 ألف جنيه استرليني، وتم سحب النسخة من مزاد للفن الإسلامي والهندي في اللحظة الأخيرة بعد أن قال المدعون الأتراك أنها تعرضت لعملية سطو بالبندقية ثم تم تهريبها بشكل غير قانوني إلى خارج البلاد. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.